شو شوف اللي هيك والله حلو. لا قاعد انزل ولا شوف طيب لا مش عملت فيه. اوكي طيب اليوم يا شباب راح نشوف مع بعض حدث يعني من عالم اخر بكل معنى الكلمة. انا صراحة متفاجئ كتير منه يعني نزل هيك حدث بلعبة فري فاير، يعني شيء غريب عجيب صراحة. اليوم مع بعض شباب راح نشوف مثل ما انتم شايفين على الشاشة حدث نازل جديد. اوكي عن جد يعني ما اعرف كيف بدي ابلش، كيف بدي اشرح لكم هذا الحدث. اوكي بكل اختصار باختصار يا شباب، اول شيء هذا الحدث شباب تقدر تحصل على جميع الاسلحة المطورة. بداية ركز معي، عندنا السكار، عندنا الاكس ام 8، عندنا اليو ام بي والبربر، البربر مطور النقار، وهالسلاح تحديدا اللي لسه مش نازل باللعبه، يعني سلاح مطور مسدس لسه مش نازل باللعبه. عندنا هون البربر، عندنا هون الجروزا، عندنا الان السكار، هالاسلحه كلياتها يعني شيء واو. اوكي رح نشرح لكم هذا الحدث. طبعا هذا الحدث شباب عباره عن اشتراك عندكم بشكل 7 ايام، او هون موجود فوق عندنا بسبعه ايام او 3 شهر. اوكي طبعا يعني الشيء المميز بهذا الحدث انه في اشياء ثانيه. عندكم هون الحيوانات كل شيء موجود يا معلم، كل شيء موجود. عندكم هون الشخصيات كل شيء موجود يا معلم. هي ما فهمت لها صراحه انت اصدقاء. شيء فهمته يعني بزيد لك عدد الاصدقاء اللي ممكن تضيفهم باللعبه يعني حلو. وهون في ميزه ثانيه بصير عندك تقدر تستخدم لبسه ثالثه يعني جاهزه اوتوماتيك، فهمتني؟ وعندنا هون فقط الدردشه الخاصه يعني، وعندنا هون كمان الشرط الاي هون موجوده عندنا هون معنا بتطلع فوق لسه. طبعا هون عندي هي الفي، عندكم الفي هون، انا طلع عندي الفي يعني واقفه امامه. اوكي وعندك الاي هون طلع هون، شايفين كيف شباب؟ يعني على اسمك يطلع الاشاره الاي، شيء حلو عن جد، شيء يعني ما اعرف شو داخل يعني. كل الاسلحه مطوره معلم، كل شيء موجود، كل شيء موجود ابدا يعني خلص. هذا بتاخذ معلم كل شيء باللوز. طبعا برجع بكره شباب هذول يعني فقط يعني اللي يقدروا مثلا يحبون يستمتعوا باللعبه، اللي يقدرون يشحنون والى اخره، فهمتوا علي شلون؟ المهم الان شباب انا الشيء يعني اللي حابب اجربه بهذا الحدث الصراحه هذا السلاح المسدس. يعني ما كنت متوقع ابدا انه ينزل هذا السلاح مسدس يا شباب، جيت 18 صراحه شيء غريب. وشيء الحلو بهذا الحال المسدس كمان فيه 2 ضرر معدل اطلاق النار، شيء حلو. لذلك انا شباب عملت له تثبيت والان متحمس كثير ندخل نجربه. صراحه ندخل نجربه اول شيء بالتدريب كالعاده. اوكي شوف 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 قولي خلونا نشوف مع بعض هذا الشكل السلاح هذا يوم بداياته وتطويراته واشياءه. وعنا الميزات تاعته لما 3 اوكي لما تضرب على اللاعب هيك يكون شكله هون يتغير السكين وماسكين. طبعا احنا عندنا يا ليفل 7 لانه مباشره لانه حطينا عن طريق الاشتراك، فهمتوا؟ المهم هون تاثير قتل هيك يصير شكله، هون الضرب تاثير الطلق 6. بس متحمس اشوف الرقصه، شوف الرقصه اوبا ايو والله شيء باللوز. حلوه والله. اوكي خلينا الان نشوف الوضع كيف. ناخذ هالسلاح الجميل الفرد، نشوف وضع الفرد هذا وين 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 الفرد هذا هو. اوكي بنصير شيء واحد فقط، راح اشيل 2 يا جدك. اوكي هذا هو الفرد معلم، هات شوف الضربات تبعته 121 هيد شوت والله باللوز. مش بشي باللوز حلو والله، ماشي حاله. بس لازم نجربه بشي جيم يا جماعه، بكلاش او شيء هيك عشان نضرب هيك اول بدايه الجيم، فهمت علي شلون؟ خلينا ندخل مع زلي يكون داخل الجيم داخل التدريب لنجربه هيك عشان الخفيف. طبعا انا معنا اسلحه يا جدك ما راح يطول. شوف كم راح يطول. اوبا وي شوف الافكت معلم معلم. شوف اللي هيك والله حلو. لا قاعد انزل ولا شوف طيب لا مش عملت فيهم يا شباب بالفرد اقعد والله باللوز والله حلو الفرد. هاي اقعد والله نايس، ما كنت اتوقع هيك لهالدرجة. مرة شوف افكت والله شيء حلو شيء حلو شيء حلو ماشي ماشي والله. هلا بما انه جربناه بالتدريب حاول ندخل شي جيم بكلاس سكواد ولا هيك على الخفيف.
نجربه ندخل على كلاس سكوات ونجربه بداخل كلاس سكوات يا شباب السلاح. يلا طير طير يا معلم. اوكي بلوس معلم. لازم اشتري هذا. اشتريه معكم شباب. شلونكم؟ سماب سما. لا والله هلا 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 بالطيبين. هلا ويل ويل الله يستر. هات ندخل نشوف المعلم وضع ناخذ. نروح اصبر شكون البني ادم. بدنا نروح ندخل هيك معلم. تركتيك الافعى. هاي في واحد منهم. اهبط انزل. اثنين داون. اثنين داون بشري. اثنين داون. نزلت داون بس ولكن ما هيك نزلت اثنين داون شاب الفرد. داون اوكي. هي جبنا الجوله الاولى. الجوله الاولى جبناها معلم. شي باللوس شي باللوس شي باللوس. يلا يا شباب تعرفوا شو راح اكمل الجيم كله بهالسفر. شو رايكم؟ خلنا لا لا طول 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 معنا بلش ياخذوا اسلحه هلا. بس ولكن راح اكمل هيك انا معلم. خلاص راح اكمل هالجوله الثانيه بالفرد. يعني شوف معلم استطيع ولا شلون. يلا روح والله ماشي. شو 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 شوف الاف. لما تضرب شو بصير؟ والله ماشي بشي. اوكي تركتيك تكتيك 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 تكتيك. اوكي من بني ادمين هذا واحد هون. كتبوا هذا شو بتسوي شو بتجيبوا؟ ها بضرب قولي. بشريك ولا هيد شوتت. نزلني. تعالوا ساعدوني 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 ساعدوني. ساعدوني يا شباب. الله ولا ليكو 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 ليكو. يلا راح يجي فنشني فنشني فن. ما بيعرف يضرب. ديوم يا اخي والله حرام ما يموت هالضربات كله يا شباب. والله كفو الشباب جابوا الجيم يا جماعه. بعد ما هذول الخطر راح الوضع راح يصير خطر. اوكي هلا يعني هل يعني الفرد الله ما راح اقدر استخدم كثير بالفرد. احتاج الى لوت. صوت اللعبه حاسه واطيه جدا. تمام هالمره بدنا يلا نشكلز الوضع معلم. ما في مزح. تعالوا تعال تعال تعال. وين وين وين؟ طيب اذا بتعرفوا مسج زمان لاعبين كلاس سكواد. ايو ايش في؟ وينكم يا ول؟ هذا واحد. والله وين رايح انت؟ انزل اطلعوا فنشو. شو معلم عيب عليك احترم نفسك. تعال 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 تعال. خلينا نشوف اللوت هون. حلو وين بني ادمين؟ وين هذا؟ تعالوا تعال. اي ما هذول؟ انزل خلنا نشوف لكم وين يستخدم. شوف يلا يا شباب وينكم؟ فنش معلم فنش. وين هذا؟ وين بضرب هذا؟ انزل افو. والله جي جي. ها هيك اللعب. بس صراحه والله السلاح عجبني والله يا شباب. هذا الفرد باللوز صراحه يعني حلو. طبعا مو نفس الديكا الديكا تبع الون تاب ما ون تاب بس ولكن هذا يعني بالفايتات ما فايتات يمشي حاله. شو بده هذا؟ شو عم بطلبه هذا؟ وين طلب؟ ها خوش العفو. كل يوم طالع عندي معلم. يلا يا شباب يلا يلا بدنا نشكلز الوضع. بدنا نجيب الفايت معي سكواد معلم ما بيتكلم بس يلا حبيبي. هلا عم تقول احتاج اللوت يا صاحبي. وين هذول؟ موت والله تكمل. اي انا اكمل بفرد شباب شو رايكم؟ وين؟ وين راح؟ خرب بيت سنتك. هاي هاي شوف شوف شوف. تعالوا تعالوا كمل بالفرد شو رايكم؟ انزل سرقت ال ما بدا يموت يا جدك عبيدم. ساعدوني شباب الو من رجله من رجله. تعالوا 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 انزل. والله كفو هيك سريع يعني. صاحبي وينه؟ روح ساعد صاحبي. مين هذا؟ فين الشيء هذا؟ اهم شيء. ول لا هيك بعدين ما راح يمشي لحاله. او سنايبر مدقلك موت كفو. وهي احلى بوي والله جبنا كل طاقه ثلاث. نايس والله شيء باللوز. والله لعبنا جيم حلوه. ها معني صار لي زمان ما العب كلاس سكواد يا جماعه. حلو
حلو والله الأسلحة صراحة يعني. يعني هذا الحدث يعني ماشي حال. أوه خدت 200 ذهبي صراحة يعني it's okay. يعني صراحة يعني شيء حلو. كل الأسلحة يعني مطورة وكل شيء معلم كل شيء فول والله تمام تمام حلو نايس نايس. سو يا طيبين اعطينا لكم هذا الحدث النزل صراحة انا مركز كتير كمان على السلاح سلاح سلاح. اوكي طيبين اعتقد هون وصلت لنهاية مقطعنا اليوم. ان شاء الله سبتعجب هذا المقطع. اتمنى لكم يوم سعيد ولا تنسونا بزر اللايك شباب والحركات اللوز. طبعا الحدث يعني كله اسلحة المطورة تمام. كنت حبيت يعني نعمل مقطعين لحالهم بس ولكن حلو فيه ميزات كتير حلوة صراحة وشي مرتب اللوز اللوز. اعزائي اتمنى لكم يوم سعيد ونشوفكم على خير والسلام عليكم.